مشفى تل رفعت مهدد بالخروج عن الخدمة بسبب الحصار الحكومي. لنتابع التقرير. حصار مطبق تعاني منه مناطق تل رفعت وحياة الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمال غربي سوريا، تفرضه قوات الحكومة والتي تمنع دخول المواد الطبية والمحروقات وغيرها الكثير إلى تلك المناطق، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة. ونتيجة لهذا الحصار المستمر على تلك المناطق، حذر مدير مشفى أفرين بمدينة تل رفعت شمال حلب أزاد رشو من توقف جميع الأقسام في المشفى عن العمل لعدم توفر مادة المازوت والأدوية والأكسجين في المشفى. رشو أوضح أن المرضى الذين يتلقون العلاج في المشفى وخاصة الأطفال يواجهون البرد القارس لعدم توفر مواد التدفئة والكهرباء التي تغذي المشفى، مشيرا إلى زيادة عدد المرضى جراء الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات والمنازل بسبب عدم توفر المحروقات. هذا وطالب الإداري في مشفى أفرين المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري وفك الحصار الخانق المفروض على تلك المناطق من قبل قوات الحكومة وبالتحديد الفرقة الرابعة، والذي يتزامن مع ارتفاع وتيرة هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. وفي وقت سابق أعلنت الإدارة الذاتية عن توقف جميع المولدات في تل رفعت والأشرفية والشيخ مقصود بسبب منع قوات الحكومة السورية دخول المحروقات، محذرة من كارثة إنسانية لعشرات آلاف السكان والمهجرين هناك. ومنذ سنوات يعاني سكان تل رفعت وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ونحو 200 ألف مهجر من أهالي عفرين المحتلة في تلك المناطق أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة جراء الحصار الحكومي الذي لا تقل مخاطره عن تهديدات الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة. ومن ريف حلب الشمالي أرحب بأزاد رشو مدير مشفى أفرين في ريف حلب الشمالي، وأيضا من ريف حلب أيضا الشمالي أرحب بجبرائيل مصطفى رئاسة المشاركة لاتحاد محامي إقليم عفرين وعضو منظمة حقوق الإنسان. أهلا بكم ضيوفي الكرام. لو سمحتم لي سأبدأ من مدير مشفى أفرين في ريف حلب الشمالي. أهلا بك سيد أزاد في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. يعني لو تضعنا في الصورة الكاملة لوضع المشفى، لوضع يعني اليوم تل رفعت، ما الذي يحدث؟ ما هي حاجة المشفى؟ ما هو النقص؟ ما هو وضع المرضى بشكل عام؟ يعني لو تضعنا في الصورة الكاملة. أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة وشكرا لمشاهدي قناة اليوم. طبعا بعد نزوح أكثر من 350 ألف أهالي عفرين عام 2000 مناطق الشهباء، تم افتتاح هذا المشفى، وهذا المشفى الذي يخدم سكان المنطقة بكاملها من نازحين وسكان محليين مناطق الشهباء بشكل مجاني تماما. وطبعا يعاني المنطقة منذ أكثر من 4 سنوات من حالة حصار خانق نتيجة هذا الحصار. طبعا هذا الحصار يؤثر على السكان المحليين بشكل عام وبالتحديد وبشكل خاص على مشفى أفرين. طبعا مشفى أفرين يوميا يستقبل أكثر من 500 مريض بشكل يومي وبشكل مجاني وبدون فرق طبعا من كافة مكونات المنطقة من كردي وعربي وتركماني، وطبعا خاصة في الفترة الأخيرة نتيجة عدم السماح بدخول مادة المازوت إلى مناطق الشهباء. طبعا الآن بشكل تماما المنطقة بدون الكهرباء وبدون أي خدمات بشكل عام، والحياة شبه مشلولة نتيجة هذا الحصار الخانق. فلذلك مشفى أفرين يعاني من نقص مادة الأكسجين، غاز الأكسجين، ذرات الأكسجين، مادة المازوت. طبعا في الساعات القليلة القادمة خلال يوم أو يومين لا نعلم بالتحديد نتيجة هذا الحصار المفروض، طبعا سيتوقف المشفى بشكل تام عن الخدمة،
وهذا سيؤدي إلى خلق كارثة إنسانية بحق هؤلاء الناس المرضى الذين يعالجون في المشفى والمناطق التي منطقة الشهبة بشكل عام، يعني بشكل عام سيعاني من كارثة إنسانية. فلذلك نحذر الجهات المسؤولة والجهات المعنية والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر الدولي، الهلال الأحمر السوري بالتدخل لفك هذا الحصار. طبعا هذه المعاناة ليس له علاقة بالجانب السياسي، هناك جانب إنساني تماما يعاني. ما ذنب هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء الذين يعانون من البرد القارس في المشفى؟ لا توجد لا مكيفات ولا سخانات للتدفئة، بقي القليل من المازوت لتشغيل المولدة لتفعيل عمل المشفى. طبعا عدا عن النقص في مادة المازوت، هناك نقص في الأدوية تماما، نقص في السيرومات، نقص في المضادات الحيوية والمسكنات. طبعا هذا أيضا يعني معرض للنقص وللإنتهاء. لذلك نحذر كافة الجهات المعنية لتحمل هذه المسؤولية لعدم وقوع كارثة إنسانية بحق هؤلاء الناس. طبعا في نهاية المطاف يعني أريد أن أنوه أن هؤلاء الناس هم سوريون بالدرجة الأولى، ليسوا سكان من بلد آخر. فلذلك نناشد الحكومة وكافة المسؤولين بالتدخل لفك هذا الحصار لعدم وقوع كارثة إنسانية. يعني إلى سيد جبرائيل مصطفى، سمعنا سويا الدكتور آزاد يعني ما تفضل به، ووضعنا يعني بصورة الأوضاع، خاصة اليوم الوضع الكارثي الذي قد يحدث فيما إذا استمر ما يحدث، وخاصة يعني على موضوع مشفى أفرين. برأيك ما خلفيات ودوافع استمرار الحصار؟ يعني هذا الحصار مستمر منذ سنوات، وهذه المرة جاء أيضا بالتزامن مع التهديدات التركية للمنطقة. ما الأهداف من وراء هذا الحصار الأخير؟ بالبداية نعم دكتور آزاد، وجه السؤال للسيد جبرائيل. نعم فيما يتعلق بتداعيات الحصار، تداعيات الحصار هو واضح وصريح منذ الاحتلال التركي والفصائل المتطرفة لمنطقة عفرين في 2018 وتهجيرنا من منطقتنا، بدأ حكومة دمشق بضرب الحصار على أهالي عفرين سواء في حيي الشيخ مصر والأشرفية سواء في مناطق الشباب. هذا هو ليس الحصار الأول، 2018 وإلى 2022 هناك حصار، ولم تكتفي بذلك بل لجأت قبل فترة شهرين بالاعتماد على ميليشياتها في نبو الوزراء، وقاموا بقطع الطريق على أهالي عفرين ومنع أهالي عفرين من الذهاب إلى مدينة حلب لحاجات ضرورية أو مرضية، وقاموا بخط أهالي عفرين وسرق وأخذ سياراتهم وغيرهم. هذا الحصار واضح هو نتيجة اتفاقية الأضنة بين حكومة دمشق والحكومة التركية، وما زالت أثار هذه الاتفاقية سالفة مفقود ونعاني نتائجها وآثارها كنحن أهالي عفرين بشكل خاص. لأن أثناء هجوم دولة الاحتلال التركي على منطقة عفرين لم تقم حكومة دمشق بواجبها السيادي، علما أن واجب السيادة تقتضي على الحكومة المركزية أن تقوم بواجبها بحماية مواطنيها، بحماية حدودها الخارجية، بحماية حتى سماء وطنها. ولكن لاحظنا في 2018 كان موقف لحكومة دمشق موقف متفرج ولم تكتفي بذلك، بعد تهجيرنا قسرا من قبل دولة الاحتلال التركي قامت حكومة دمشق بفرض الحصار علينا. وسياسة فرض الحصار التي تتبعها حكومة دمشق ليست جديدة بحق السوريين بشكل عام، اتبعت هذه السياسة منذ أحداث سوريا. ففي أحد تقاريرها منظمة العفو الدولية أكدت بأن ما تقوم به حكومة دمشق بسياسة تجويع المدنيين، بين قوسين تجويع المدنيين، حكومة دمشق تقوم بمحاصرة المدنيين وليس العسكريين، لأن هنا في مناطق الشباء توجد قوات لحكومة دمشق. إذن تجويع المدني، وبما أنه تجويع المدني قامت منقلت منظمة العفو تندرج ضمن استراتيجية إما الاستسلام أو الموت جوعا. إذن دولة الاحتلال التركي تهدف إلى إبادة الكرد في منطقة عفرين عن طريق استخدامها للطائرات الحربية وكافة أنواع الأسلحة والتي تسبب في
استشهاد آلاف من شباب وشابات عفرين، والاستشهاد المدني وتدمير البنى التحتية عن طريق الأسلحة العسكرية. وحكومة دمشق في المقابل تستخدم طريق الحصار بتجويع أهالي عفر. إذن الهدف واحد، ومثل ما تطرقتم نحن أمام إذا استمر هذا الحصار أمام كارثة إنسانية، أمام إبادة جماعية. عندنا هذا الحصار في السنوات السابقة، ودكتور آزاد لديه أرقام وثائق تسبب في وفاة عدد من المدنيين، لأن لم يتمكن مشفى أفرين من نقلهم إلى حلب. الهدف واضح، جاء حكومة تركيا منذ 4 أشهر تهدد باجتياح واحتلال منطقة رفحت وإجبار أهالي عفرين على التهجير مرة أخرى. عندما صدمت موقف تركيا قرار دولي ولم تسمح لها، مباشرة حكومة دمشق شدد بالحصار على أهالي عفرين. الهدف هو إجبار أهالي عفرين إما على الإسلام أو الموت جوعا، أو إما على التهجير قصدا إلى منطقة أخرى. والهدف هو تحقيق الحكومتين لمصالحهما السياسية على حساب شعب عفرين أهالي عفرين المهاجرين قصرا. طيب اسمح لي أنتقل للدكتور آزاد. دكتور آزاد، ذكرت قبل قليل أنه هذه المطالبات أو ما يحدث يعني ليس في الإطار السياسي، أو المطالبات اليوم من قبلكم ليست في الإطار السياسي إنما الإنساني. هذا الحصار حدث لسنوات متعددة، لم يكن هناك رد فعل من قبل المنظمات الإنسانية، بالتأكيد في الوقت الحالي ناشدتم المنظمات الإنسانية. كيف نفسر اليوم تجاهل المنظمات الإنسانية للكارثة الإنسانية التي تحدث اليوم في مناطق يعني في مناطق بحلب وتل رفعت؟ يعني كيف نفسر اليوم تجاهلها لاستخدام المدنيين كسلاح بدقيقة لو سمحت؟ طبعا لم أفهم السؤال بشكل جيد. نعم. لأنه الصوت ضعيف جدا. نعم دكتور، وأريد أن أكرر يعني بدقيقة، أريد أن أكرر يعني إذا فعلا يعني نحذر الجهات المعنية بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني بالتدخل الفوري لفك هذا الحصار الجائر والخانق لحق الأهالي، ليس فقط حق نازحي عفرين وإنما أهالي شهد أيضا يعانون من هذه المشكلة الكبيرة الكارثة الإنسانية التي ستقع خلال ساعات أو خلال يوم، يعني لا نعلم بالضبط. طبعا هذا نتيجة نقص في مادة المازوت، وهذا هو العصب الرئيسي للحياة هنا في الشهبة. فلذلك المشفى بشكل يعني صريح، المشفى سيخرج عن الخدمة في الساعات القليلة القادمة أو خلال يوم أو يومين إذا لم يتم فك هذا الحصار الخانق. وندعو الجهات المعنية والمسؤولة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذا الشعب في الشهبة وخاصة مشفى أفرين. طيب سيد جبرائيل، الدقيقة الأخيرة لحضرتك أيضا، يعني هذا ما يسمح لي به الوقت. اليوم أمام هذا التكرار في حصار المدنيين واستخدامهم كسلاح، ما الحلول؟ الحلول إذا استمرت حكومة دمشق باتباع هذه السياسة فلدى الإدارة الذاتية كثيرا من الحلول ورد الفعل، ولكن استراتيجية الإدارة الذاتية الأخلاقية والوطنية لجميع السوريين لا تلجأ إلى هذه الأساليب الأخلاقية. إذا استمرت حكومة دمشق بهذه السياسة الأخلاقية بحصار أهالي عفرين المهاجرين قصرا، لدى الإدارة الذاتية تستطيع أن تقوم برد فعل خاصة على المربعات الأمنية سواء في قامش أو في حسكة. وأريد أن أوضح موضوع آخر، اليوم قبل ساعة سمحت الفرقة الرابعة بدخول 15 صاريج مازوت، وهذا لا يعني أنه تم فك الحصار، هذا هو كمان أسلوب حكومة دمشق إخداع الرأي العام العالمي والدولي والمجتمعي وإخداع الشعب بأنه رفع الحصار، لأن 15 صاريج مازوت لا تكفي في يوم واحد في منطقة الشهباء. نحن نعاني من برد قارس، 5 مخيمات موجودة وإلى هذه اللحظة لم تتم توزيع حتى مادة المازوت على أهالي عفرين وحتى على السكان الأصليين نتيجة هذا الحصار التي تدفعه حكومة دمشق. نعم أشكرك. والمناشد الصليب. نعم تفضل. الدول والإنسان الأحمر الدولي لأن اللجنتين التابعتين لهيئة الأمم المتحدة والمختصين بشؤون المدنية في حالات النزاع المسلحة أن تقوم بدورها وأن تطلب عقد اجتماع لهيئة الأمم المتحدة وأن تتخذ مجلس الأمن قرار. وسبق أن اتخذ مجلس الأمن قرار اعتبر بأن سياسة الحصار التي تتبعها حكومة دمشق بحق السوريين بشكل عام ترتقي إلى جريمة حق.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من ريف حلب الشمالي أشكر كل من السيد جبرائيل مصطفى، الرئاسة المشتركة لاتحاد محامي إقليم عفرين وعضو منظمة حقوق الإنسان، وأيضا أشكر الدكتور أزاد رشو مدير مشفى أفرين في ريف حلب الشمالي. شكرا لكم ضيوف الكرام. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.